كنعشي انا اصلا نهار اللي كطيح الشتا وديك الرعاد كتجي السلطه كتعلمني كتقول لي ما تباتيش في الدار خوي الدار سيري باتي في شي بلاصه يعني في غادي نمشي نبات انا وانا الساد الاولاد عندي دابا كيطيح عليك عاد كيتمو جايين يجيو يوقفوا يهزوا ديك الردم ويخرجوا اللي مات واللي بقى السلام عليكم حنايا كان انا بعدات كاد انا كنطلب غير من السلطه وعييت ما نطلب وعييت ما نتشكى وعينا ما كنعملوا الجميع ديال المحاولات انا هاد الخربه اللي قبلتي يعني راه كتشكل عليا الخطر بزاف ومشينا تشكينا ومشينا ودخلنا عند الباشا والباشا قالنا سيروا الى عندكم ولادكم يريبوها واش نتوما السلطه ما قدرتوش تريبوها ولادنا حنا غادي يريبوها ما يمكنش ثم كتقولوا الملك ديال عباد الله ما تاديوش وحنا الملك ديال عباد الله ناديوه راه المره هذه ما كتكان ماشي غير مشيت بوحديتي يعني راه حتى الجيران مشاو كاملين ودابا الجيران الحاليا والله ما كندوزو ما كنعشي انا اصلا نهار اللي كطيح الشتا وديك الرعاد كتجي السلطه كتعلمني كتقول لي ما تباتيش في الدار خوي الدار سيري باتي في شي بلاصه يعني في غادي نمشي نبات انا وانا الساد الاولاد عندي ودابا انت كتشوف بعينك كانتينا الا هادي رابت هاد الخربه هادي اتهود لي على هاد البيت هذا وهاد البيت هذا هو اللي كينعسوا فيه ولادي يعني هادي الا رابتها كراه تمشي لي انا هادي دابا حنايا يعني راه كنعاني وشي معاناه زعما بالنهار حنا كنشد عليا الباب وكنقرم ولكن الناس اللي كتكون ماشيه وما جا راه هاد الشارع عمومي راه كيدوز منه حاشاك نصراني اليهودي كيدوز منه اي واحد كيدوز من هاد الدرب هذا العيال الصغار المدرسه كلشي كيدوز من هنايا وحنا با شحال من سنه تقريبا هاد المشكل هادي راه 10 سنين هادي راه 10 سنين ورابت علينا الدار ويعني كانت رابت هاد الخربه هادي عاوتاني ودات الراجل هذا النصف ديك الدار راه هي تحتانيه هذاك الشيء كامل هادي رابت ما جاو داروا حتى شي ونهار اللي رابت هادي في الشتا وعيطنا ومشينا وعيطنا للمخزن وجات السلطه يعني حتى ديك الردم اللي كانت تما ما جمعوش حنا جمعناه هاد الشتوى اللي دازت دابا راه طاحت هذاك الشيء من ديك السقف من اللي طاح ديك السقف خصهم يدفعوها لداخل يعني دابا المخزن كو كان مخزن غادي يجي غادي يقبطها ويدفعها لداخل وغادي يكاليها يعني عنده الامكانيات عنده الحدايد عنده بزاف ديال الامكانيات واش بقات في الزواق دابا بحال حنا كيديروا لنا هنا الجمعيات وحنا هاد الجمعيه ما مستافدين منها حتى شي حاجه يعني هاد الجمعيه كتجيش كدير لك كتقول لك انا غادي نبيض لك كتبيض كتغلق ديك الشقايق بالتبيض وما حنا ما خصناش هذاك الشيء حنا خصنا كونوا بناء بهذا الخرب هادو يعني انا الا مت انا ماشي مشكل ولكن دابا الناس اللي الا ماتت العدد اللي كيدوزوا من هنايا لا دابا حنايا انا بعد انا الاولى انا مضره بزاف انا مضره بزاف انا دابا هذه التصور الا رابت هكا دابا حتى السقف خواله والا مشات تجات هكا يعني عتهود على هذه وهذه راه انا عندي ولادي هنا كيباتوا انا ما يمكنليش وهاد الصوره زعما ما فهمتي انا زعما هاد السلطه راه ما خليت انا في مشيت ما خليت انا فيه مشيت رانا مشيت حتى للرباط راه داوني حتى للرباط داوني حتى عند سي عبد الله بن هذا الوزير ديال ودار معايا استقبال واستقبلني وكل شيء ولكن هاد الشيء وعود كلها كاذبه وعود اللي كيوعدوني بها كلها كاذبه غادي نعطيوكم ها سيدنا عاوننا قالك بالساد عطانا في المنار جوج عطانا الساكن وراه عاوننا ب 4 مليون في السكنات وعطانا انا واختي واللي المهم اللي ساكنين هنا وداونا شفناها ويعني وهذيك عيد داونا شفناها عيد كذوب حتى شي ما استفدناش لحد الان فين هاد 4 مليون اللي عطانا سيدنا وفين هاد الساكن فين وما عطاونا حتى شي حاجه يعني وعود كاذبه ما كايناش دابا هادي راه 15 عام وانا كنمشي ونجي كنمشي ونجي وكنمشي ونجي يعني والو باتنا في البلديه نهار اللي رابت لي ضربتنا في البلديه 3 شهور وانا كنبات في البلديه راه حتى مرت بالكلاوي ودوزت شهر في السبيطار يعني راه ما كاين حتى شي حاجه الا كان على الدرويش في هذا الوقت هذا راه ما عايش شي موت دابا كيطيح عليك عاد كيتمو جايين يجيو يوقفوا يهزوا ديك الردم ويخرجوا اللي مات واللي بقى اما باش دابا ما حدنا زعما باقيين بصحتنا وواقفين ويجيو يديروا معانا حال ما كيديروش معانا حال يعني هذه هي السلطه ديال المخزن ما عرفناش حنايا
ما عرفناش فين غادي يزيدوا بهذا الشيء هذا، وكنقولوا انا كنشوف حتى كنعيو كنقول بهم حسبي الله ونعم الوكيل بهم.